بقى احنا كنا بنتكلم من شويه على الماركتنج بليسمنت. طب تعالى كده نشوف تاني ماركتنج بليسمنت او مش بليسمنت، او هي متعلقه بمساله كيف تسوق المنتج. عندي سؤال، هو في حد في الدنيا ما يعرفش الاهرامات والمعابد والحضاره المصريه القديمه؟ كل الناس عارفه يا راجل، ده ليها علم باسمها، اسمه علم الايجيبتولوجي، علم المصريات، بيدرس في اكبر الجامعات اللي في الدنيا، اكبر الجامعات اللي في الدنيا، يبقى كل الناس عارفه. طب هل ده معناه ان انا مش محتاج اسوق؟ لا، ده انا محتاج اسوق. فلما افكر في التسويق بصور مختلفه وبزوايا جديده، ما هو دي يعني كان زمان ممكن يبقى جزء من التسويق، لا، الحملات المعتاده اللي احنا كنا نعرفها من واحنا صغيرين وكانت بتحصل في كل دول العالم، نعمل فيلم كده ظريف لطيف ويصوره مخرج اعلانات فز ذكي شاطر جدا، ويروح يصور لنا حاجات في الهرم وحاجات مش عارف من الدير البحري وحاجات مش عارف سانت كاترين ونهر النيل والمركبه واليمامتين اللي بيطيروا والحاجات بتاعت زمان دي، خلاص بقت حاجه ما تنفعش، ما بقاش حد بيعمل كده. يعني ممكن تبقى موجودة بس ايه، مش ده اللي بيعمل باز زي ما بيتقال، يعمل هوسة دوشة في العالم، بقى في زوايا تانية خالص. طب تعالى نحكي حدوتة. في كندا حصلت الحكاية الآتية كما نرويها لكم. عيلة من كندا، العيلة دي أصيب الأطفال فيها بمرض ما، هم طبعا يعني ولدين، وأول الوالدين يعني والأربع أطفال. الأب والأم اكتشفوا أن في ثلاثة من الأطفال بيعانوا من مرض ما، هذا المرض هيؤدي بيهم لفقدان البصر التدريجي إلى أن يفقدوا بصرهم تماما لا قدر الله. ونتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يلهم العلماء والأطباء بإيجاد علاج لهؤلاء الأطفال. الأب والأم خدوا قرار أن هم ياخدوا الولاد دول في رحلة حول العالم، عاوزين الولاد يتفرجوا ويشوفوا ويكونوا ذكريات وصور في ذهنهم من أجمل مدن العالم. بطبيعة الحال رحلة من النوع ده ما ينفعش ما تبقاش في مصر، ما هو لازم يجي ويشوف الأهرامات ويشوف أبو الهول ونهر النيل العظيم، نهر الأساطير والحكايات، لازم يشوف. تيجي وزارة السياحة والآثار المصرية وتحديدا الهيئة المصرية لتنشيط السياحة تعرف انه العيلة عايزة تعمل الرحلة وانه الجدول موجود في مصر، فتيجي الهيئة تتواصل مع الأب والأم الكنديين وتقول لهم احنا مقدمين لكم دعوة كاملة متكاملة لزيارة مصر، الاستمتاع بالآثار المصرية، بالحضارة، بالمشاهد، بكل شيء. دول الأربع ولاد بالمناسبة اللي من ضمنهم الثلاثة اللي بيعانوا من هذا المرض. وبالفعل العائلة الكندية وصلت إلى مصر، وتم وضع بالفعل طبعا مسبقا تنظيم البرنامج ووضعه إلى آخره، وبدأت وزارة السياحة وتحديدا هيئة التنشيط بدأوا يشتغلوا معهم بقى على صور التذكارية والمزارات وطبعا الترجمة وطبعا المرافقين من المرشدين المصريين وما إلى ذلك. وبدأت العيلة الكندية ينشروا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الحسابات بتاعتهم. جدير بالذكر ان الحسابات بتاعت هذه العائلة او هذه الأسرة الحقيقة عليها ملايين المتابعين، لانه العالم كله عارف القصة، بيتابعوا القصة، بيشوفوا يا ترى هيقدر يتم الوصول لعلاج ولا لا، وبيتابعوا الرحلة بتاعت العيلة. طب تعالى نشوف الحدوتة بدأت ازاي جوه هيئة تنشيط السياحة. دكتور عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، ازي حضرتك يا دكتور؟ مساء الخير استاذ، مساء الفل، وحضرتك طيب ورمضان كريم. انا والله 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 واحنا قاعدين في المكتب قلت لهم فكرة في منتهى العبقرية، ده شغل حقيقي وبجد وذكي. يعني الحمد لله، اولا طبعا احنا يعني الحاله انسانيه جدا جدا، والتعاطف العالمي معها كبير جدا جدا جدا، والقصه بدات من قصتنا معاهم، يعني بدات من حوالي 6 شهور. اوكي. عرفت، جالي خبر احد الاصدقاء في الخارج بعت لي القصه، وبدأت أبحث عنها ولقيت أنه فعلا العيلة دي زي ما حضرتك شرحت بالظبط هو ده اللي حصل معاهم،
وقرروا ان هم ياخدوا اطفالهم في جوله حول العالم لمده سنه، ولم ينقطعوا عن الدراسه بالمناسبه. يعني هم بيدرسوا عن بعد، الاطفال بتدرس عن بعد. اوكي. مكملين حياتهم طبيعي جدا. حلو. ما عدا الاب والام اللي طبعا اخذوا اجازه عشان يتفرغوا لبناء ما يقال له الذاكره البصريه للاطفال دول. وبالتالي بدات ابحث، عايز اوصل لهم، مش عارف اوصل لهم ازاي. دورت على حساباتهم على السوشيال ميديا، بعتنا لهم يعني على الماسنجر رساله ان احنا كذا كذا ونحب ان احنا نستضيفهم. وبعدها يمكن اسبوع، لان هم كانوا بيتنقلوا بقى ما بين مدن في اسيا بشكل عام، فاحيانا كتير ما كانش بيبقى عندهم انترنت وكده. فوصلنا لبعض، قلت لهم انا احب ان احنا يعني تكونوا موجودين، مصر كلها بترحب بيكم. وهم الحقيقه فرحوا فرحه كبيره، لانه زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، الاطفال كان نفسهم يزوروا الاهرامات، يشوفوا الاهرامات، سامعين عنها، سامعين عن الحضاره، ودرسوا طبعا جزء من الحضاره المصريه القديمه طبعا. وبالتالي الايقونه دي كان لازم تكون يعني في مجمل الذاكره البصريه ليهم. واتفقنا معهم ان يكون ختام هذه الرحله تكون في مصر، وده بالظبط اللي حصل. تم تنسيق البرنامج سياحي متكامل، ليس في القاهره فقط، لكن القاهره والاقصر واسوان، في رحله نيليه ما بين الاقصر واسوان. وهم يعني مش عايز اقول لك السعاده البالغه اللي كانوا فيها العيله. فالحمد لله الحقيقه المساله يعني مشيت بالشكل اللي احنا عايزينه، تكون الاستضافه ونتائجها ودعايه غير مباشره اللي حضرتك قلت عليها حصلت بالفعل، العالم كله بيتكلم عنها. طب هو من وقت ما بداتوا تحاولوا توصلوا لهم الى ان وصلتوا بالفعل وخدتوا منهم رد، وقت قد ايه كان يا دكتور عمرو؟ يعني حوالي اسبوعين. اوكي. لكن الاتفاق على المواعيد كان ده اللي خد شويه وقت. يعني كان احنا كنا متصورين ان احنا قلنا لهم في اي وقت مرحب بيكم طبعا، ولكن هم علشان كان عندهم عايزين يشوفوا مناطق كتيره في خاصه في اسيا، يعني قرروا ان يكون الختام الزياره او ختام الجوله العالميه تكون في مصر. فبدانا بقى نتكلم في التفاصيل دي من شهر يناير الماضي، وكل بقى الترتيبات الخاصة بالطيران والإقامة والبرامج السياحية، ونشرح لهم القصص اللي ما وراء الأثر دي. كانت بالنسبة للأطفال يعني مش عايز أقول لحضرتك سعادة غير عادية طبعا. فالحمد لله يعني المسألة جت بالشكل اللي احنا عايزينه بالظبط. راحوا بقى فين في القاهرة؟ معلش أنا بتقل عليك بس عايز أفهم يعني. هم راحوا طبعا منطقة الأهرامات طبعا، راحوا المتحف المصري. حلو. في التحرير، راحوا متحف الحضارة طبعا المصرية، آسف، متحف القومي للحضارة المصرية، راحوا منطقة القلعة وخان الخليلي والمعز، كل المناطق الموجودة في القاهرة. هو البرنامج كان مضغوط جدا، احنا كنا نحب ان هم يقعدوا معانا فترة أطول، لكن خلاص بقى كان لازم يرجعوا بلدهم علشان يستأنفوا حياتهم. وبعدين طلعوا من القاهرة على الأقصر، وأخذوا رحلة نيلية ما بين الأقصر وأسوان، زاروا بقى فيها بقى كل المعابد والمقابر اللي موجودة على ضفتي النهر. طبعا كانت الحقيقة بالنسبة لهم طبعا غادروا ورجعوا على بلدهم بالسلامة، وكانت الحقيقة زيارة ممتازة يعني. لا مفيش مشكلة، في الصيف بقى نبعت نجيبهم على البحر الأحمر. ايوه بالظبط، احنا كنا عايزينهم يجوا يقعدوا يعني ثلاث اسابيع الى شهر، يا ريت، علشان نفرجهم على مصر كلها. لكن جدولهم بقى يعني كان يعني قعدوا فتره طويله خارج بلادهم، فكان لازم يرجعوا عشان يبتدوا يستأنفوا بقى حياتهم بشكل طبيعي يعني. طبعا عندي سؤال يبدو غريب، وهو انه هل هم في اطار الجولات دي احنا كنا حريصين نفرجهم على مصر بقى
الجديدة بتاعتنا يعني في ثوبها الجديد بعد ما قضينا على عشوائيات بقى، بعد ما بقى في عندنا مظهر حضري وحضاري حديث زيه زي الدول اللي موجودة. لأنه دايما كنت أنا لاحظ وأنا برة أنه الناس عندها في مخيلتها الهرم والجمل وصحراء ونهر النيل والسلام عليكم، وده اللي بتروجه برضو كان بالمناسبة سينما هوليوود يعني، فكانت الناس بتصدق ده. هل هم اتفرجوا على شوارعنا وعلى مدننا وعلى حياتنا؟ يعني اللي حضرتك بتقوله ده هو يعني قولا واحدا دي استراتيجية الترويج السياحي للهيئة في الفترة القادمة، انه مصر لديها الكثير وليست هي كما تتوقع مسبقا. يعني التوقعات المسبقة انساها، في حاجات تانية كتيرة في مصر. احنا وريناهم الاماكن الحديثة ولكن ليس لانه البرنامج كان مضغوط فعلا. يعني وريناهم المدن الجديدة اللي في القاهرة بحيث يبقى يشوفوا في الصبح مثلا بيعملوا زيارات في المعابد وفي المتاحف، وفي الليل بيكون في من المناطق الجديدة مثلا بياخدوا العشاء بتاعهم في مدينة زي الشيخ زايد او التجمع الى اخره. لكن ما كانش فيه الوقت الكافي ان احنا نوريه. كنت لسه بقول لحضرتك كان عايزين يقعدوا، كنا عايزينهم يقعدوا اكتر من 3 اسابيع عشان حتى لما نوريهم الصحراء بتاعتنا فيها تجارب، مش مجرد صحراء جرداء طبعا زرع فيها ولا ماء. ده انا وديه الفيوم ووديه سيوة بقى وهيصه بالظبط كده. وكمان انه دول اطفال فيستطيعوا ان يجدوا لهم في هذه الصحراء متعة ويعني مغامرات كان لا يمكن ينسوها، لكن ما كانش الوقت يسمح بده. وحياتك يا دكتور على مدخل الصيف كده نتواصل معهم تاني، صيفك عندنا يجي بقى يقعد في اوتيل من الاوتيلات بتاعتنا في العالمين الجديدة، يستمتع بالجو الرائع، كندا اصلها تلج، يجي بقى عندنا يستمتع بالدفا والبحر المتوسط والرمال البيضاء والمياه الزرقاء وهينبسط. يعني احنا عارفين انها حلوة، فاحنا عايزين الناس دي تيجي وتتفسح عندنا وتعرف ان احنا مقصد سياحي ترفيهي، مش بس سايت سينج وسياحة ثقافية وحاجات زي كده، يجي ينبسط ويهيص ويصيف. صحيح صحيح، ان شاء الله هنفضل على تواصل دايما معهم. وخلاص احنا يعني بقينا شبه أصدقاء يعني، لأن هم الحقيقة العيلة حسوا إن العالم كله بقى عيلتهم. صحيح. ليهم أصدقاء صحيح. في كل مكان في العالم، فإحنا جزء من هذه الصداقة الكبيرة، وإن شاء الله يكون في تواصل كبير معهم بإذن الله الفترة القادمة. أنا طولت على حضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب، ربنا يخليك. ألف شكر يا فندم، كل الشكر على يعني هذا الشرح الوافي وعلى الفكرة الرائعة وعلى تنفيذها أيضا الجيد وعلى استمرارية التواصل مع هذه العائلة وغيرها من العائلات. شكرا جدا دكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة بجمهورية مصر العربية.